عطلة نهاية أسبوع شتوية بامتياز، لكن بداية الأسبوع هناك تغير بالأجواء، استقرار على الأجواء وارتفاع بالحرارة. تفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، زخات من الأمطار تهطل في أجزاء عديدة من المملكة خاصة المنطقة الشمالية والوسطى. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع. يوم الجمعة تتأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي، تسقط أو تتهطل زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء أيضا من المنطقة الجنوبية وأيضا بعض الأجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات النهار، وهي فترة تأثير أو فترة ذروة تأثير هذا المنخفض الجوي. لكن سريعا وخلال ساعات ليلة جمعة للسبت يتحرك المنخفض الجوي إلى الشمال الشرقي من الأراضي السورية، لتندفع خلفه تيارات غربية رطبة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط على شكل غيوم منخفضة وأيضا ضباب وزخات من الأمطار. وبالتالي يوم السبت ستكون الأجواء باردة ضبابية وفرصة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات النهار، لكن اعتبارا من ساعات الليل تتراجع تأثيرات هذه التيارات الغربية الرطبة ويتلاشى المنخفض الجوي وتميل تدريجيا الأجواء للاستقرار، لكن تستمر باردة خاصة خلال ساعات ليل السبت على الأحد. لكن يوم الأحد مع الاستقرار على هذا الطقس يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في عموم المناطق. نستعرضها بهذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة من يوم السبت وحتى منتصف الأسبوع. يوم السبت تبقى المملكة تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي. يوم الأحد ترتفع درجة الحرارة قليلا تصبح حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام بالتزامن مع أجواء مستقرة وتراجع تأثيرات المنخفض الجوي. لكن يوم الاثنين بإذن الله هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بدأ تأثر المملكة بتيارات جنوبية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي يوم الاثنين سيكون الطقس مستقر يميل للدفء خاصة في مناطق الأغوار البحر الميت والعقبة، بينما يكون أقل برودة من الأيام الماضية في المناطق الجبلية العالية. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تكون الأجواء باردة ضبابية وفرصة زخات من الأمطار، 7 درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 4 درجات الرطوبة مرتفعة، والرياح تستمر جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان الثلاث أيام القادمة، يوم السبت تبقى تتأثر المملكة بتيارات غربية رطبة، وبالتالي تبقى فرص هطول زخات الأمطار والضباب خلال ساعات النهار، 10 درجات مئوية كحرارة العظمى أما الصغرى 5 درجات مئوية. يوم الأحد يميل الجو للاستقرار، ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام، 13 درجة مئوية كحرارة العظمى أما الصغرى 7 درجات، واستقرار تام على الأجواء يوم الاثنين وارتفاع على الحرارة 15 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 8 درجات مئوية. وبالتالي يوم الاثنين سيكون نوعا ما مناسب للخروج في رحلات خاصة في المناطق المنخفضة وأيضا منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا العقبة. توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم السبت نبدأها من المنطقة الشمالية، تيارات غربية رطبة زخات من الأمطار وأيضا ضباب فوق القمم الجبلية العالية، المفرق 13 إلى 6، إربد 13 إلى 8، جرش 12 إلى 6، وعجلون 11 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بهذه التيارات الغربية الرطبة، زخات من الأمطار في عموم المناطق 12 إلى 5 في الزرقاء، عمان 10 إلى 5، البلقاء 11 إلى 6، مادبة 11 إلى 5، والبحر الميت 20 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي، تنتشر كميات من الغيوم، الكرك 11 إلى 6، الطفيلة 10 إلى 7، الشراه 8 إلى 4، معان 13 إلى 3، والعقبة 19 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الشرقية زخات من الأمطار متوقعة في الأزرق 16 إلى 5، الصفاوي 15 إلى 4، ورويشد 17 إلى 5 درجات مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات،
شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.